أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر أن يذبح شاة فهل يجوز له الأكل منها؟ حسب نيته، إذا نوى أنه يأكل منها يأكل منها، إذا لم ينوي أن يأكل منها فلا بد يخرجها كلها. نعم، لأنه لو أكل منها وهو لم ينوي ولم يشترط فإنه لا يكون لم يفي بهذا الذي أكله. نعم.